السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوان، فيديو جديد. أول خبر كاين معانا هو مروان فخر كما كتعرفوا كان واحد الوقت في الراجع واتجه لجنة النزاعات باش ياخد فلوسو. جابوا طريقة تفاهم معاه، سينو معاه كونترا جديدة، ريم سينياتور جديد، سالير جديد. من بعد المشكل اللي وقع راكم كتعرفوه، مشى لجنة النزاعات مرة أخرى وفسخ العقد من طرف واحد. مع ذلك بقى مصر على أنه ياخد المستحقات ديالو كاملة. خبر لكن اليوم أنه اللجنة حكمات الفخر، مازال ما كاينش المبلغ بالضبط ولكن راه بين 280 و 320 مليون، والنادي خاصو يأدي ليه هذا المبلغ كامل. تنتمناو مرة أخرى من المكتب برئاسة بوطريقة يقدروا يقنعوا فخر يتنازل واحد الجزء من هذا المبلغ ويقسموه لي بحال كيديروا مع جميع اللاعبين اللي تفاهموا معاهم. وهنا غادي تفتح عاوتاني واحد القوس ديال اللاعبين اللي ما كيلعبوش بزاف، كيمشيو يدعيو كياخذوا واحد المبلغ اكثر ما كيستحق. دومينغو كما قلنا بالنسبه ل 99% غادي يفسخ، كنتمناو الاداره تفاهم معاه وما يمشيش النتيج. ابريغو لك بزاف ولا الجمهور كله كيشكر فيه وتيقول لك واخا بارك في فونتوش واخا ما كيلعبش، بين ديسيبليني بين كيبغي الفرقه، ولكن اخوان راه في قضيه ديال الفلوس راه حتى واحد ما كيعقل عليه. حنا هاد اللحظة مازال ما عرفناش بالضبط مصير ديال ابريغو، واش يبقى معنا ولا غادي يمشي. في حال ما كان القرار هو انه غادي يمشي، ديك الساعة عاد نشوفو شنو غادي يدير، واش غادي يتنازل ولا غادي يبغي المستحقات ديالو كاملة. ديك الساعة نقولو كيبغي الفرقة راه درويش، هاد الهضرة ماشي وقتها. انا من وجهة نظري كنظن ان النادي خاصو في هاد القضية خاصو يراجع الأوراق ديالو. بالنسبة لأبريغو مازال عندك معاه كونترا. الغلط اللي كيبان لي أنا دارتو الإدارة ماشي الجلب ديالو اللي عطا الله عطا كما تنقول، ولكن على الأقل تروج الاسم ديالو. الدورات اللي بقاو هاد الآخرين مرة يدخل ربع ساعة مرة يدخل 10 دقائق، على الأقل تصيفطو بريد واحد العام. من بعد ديك الساعه لو بغيتي تبيعو بيعو، بغيتي تفسخ معاه تفسخ معاه. ماشي هو دابا بارك في البونتوش حيت كاين واحد النوعيه ديال اللاعبين ما تنساوش ما عندوش مشكل ما يلعب حتى شي دقيقه. المهم عنده هو انه كاين فرقه كبيره بارك في البونتوش كيتخلص صافي، كيهموش هو يلعب ولا ما يلعبش. وكاين واحد النوعيه ديال اللاعبين اللي ما كتعجبوش هذه الوضعيه، ويقدر من هنا للخر ديال العام نقولك عطيني ورقيه ولا فسخ معايا انا باغي نلعب، عطيني فلوسي ولا نمشي بحال هادي. اذا مازال الهضره ماشي وقتها ديال ابريبو، واش غادي يتنازل ولا ما غاديش يتنازل، واش ديك الدرافه اللي كتبان عليه هي اللي غادي تكون النهار اللي غادي يبرك مع الرئيس. نتمنوا ان شاء الله هاد الامور كلها قال لها المكتب حل، ما بغيناش هاد الشيء يبقى ديال اللي تيجي، خصوصا هادوك اللي ما تيلعبوش تتجيبو تسيني معاه ما كيلعبش تيسالي العام تيمشي لك اللي تيجي تيدعيك. هنا غادي نعاودو نرجعو ديال المدرب جابو بغاه من بعد ما لعبوش. هاد الهضرة نخليوها حتى ثاني ان شاء الله البطولة، ونمشيو بسرعة القضية ديال بوزو وبن عياد. يعني دوك الناس الله يسمح لهم الله يهديهم الله يشافيهم مشيت المغرب، هادشي اللي غادي نقولو. الصفحات الجزائرية الإخوان ماشي المغربية، حدود ساعة حتى شي حد في المكتب ولا منخرط أكد أن ديك الهضرة راه بصح. إذا حدود الساعة راه ما كاين والو، كانت الهضرة بصح الإخوان غادي ندير لكم فيديو.
الهضره اللي كاينه هو انه الصحافه الجزائريه قالت لك سيدي بن عياد وبوزو عاقبتهم الراجه، علاش ما تضامنوش مع بركان؟ عفوا، وهاد الهضره حنا عارفينها راه ما كاينتش، اللعابه راه مع الراجا راه تيترينيو عادي، بن عياد راه كنا شفناه، بوزوق كان عنده الانذارات، يعني راه ما كاين حتى شي مشكل. ناضوا هاد الصحافه الجزائريه وانتشر الخبر بواحد السرعه، بن عياد وبوزوق راه موقوفين في الراجا. دابا قبل ما نسجل الفيديو دخلت شي صفحه جزائريه كاينين شي فورو دوت الجماهير ديالهم تتكلم على هذا الخبر، تيقولوا للرؤساء ديالهم يلا قبل ما يفوت الفوت هما غادي يفسخوا جيبوه. ما عرفتش هاد الناس مالهم من جهه المغرب حتى لهاد الدرجه، راه بزاف الاخوان. كذلك كاين يعني واحد القضيه على بن عياد، بن عياد راه الرجا جيبها بريطي، نتوما كيما عارفين جايبينو بريطي من الترجي. الخبر اللي بغيت نقول لكم هو كذلك على اللاعبين الجزائريين اللي عند الغريم وطنجة اللي هو غايب. قال لك يا سيدي هذا الصحف الجزائرية قال لك اللاعبين الجزائريين على هذا المشكل اللي وقع ببركان اتحاد العاصمة، خداو اللاعبين قرار، هذوك الجزائريين قال لك خداو قرار انهم غادي يفسخوا العقود ديالهم مع الفرق اللي كيلعبوا فيها وغادي يجيو يلعبوا في الجزائر. اولا ما كنظنش ان الرجاء غادي تخلي شي لعاب يفسخ ويمشي، بما انه كيتخلص بغيتي تمشي وتخلص الشرط الجزائي اللي كاين في العقد ديالك وسير الله يعوض. هادي حنا تنقولوا اذا كانت الهضره بصح، ما يمكنش لا الغريب لا حنا لا طنجه كتخلص واحد اللعاب ويقول لها عافاك راه بغيت نفسخ ونمشي في حالاتي، ويقول لها هاكا خويا سير الله يعوض، خلص داك الشيء خلص الفسخ وسير الله يعوض. هنا غادي نرجعوا كخلاصه هادو صفحات الجزائريه، حنا عندنا إدارة، عندنا مكتب، عندنا صفحة رسمية، لكن شي حاجة راه غادي تتحط على الإخوان، راه ما يمكنش ما نصيقوش الأخبار بحال هادشي. وأنا كنعاود نأكد لكم إذا كان شي جديد، بما أنه الخبر فقط إشاعة، كنعاود نأكد الخبر مجرد إشاعة، لكن الخبر وقع في شي جديد كان كاين بصح الفسخ ولا ان كاين شي مشكل بين اللاعبين الجزائريين والفريق، راه غادي ندير لكم فيديو نتكلموا عليه. اخوان ما نطولش عليكم فيديو اكثر، شكرا لكم، شكرا لكم المونتير ديالكم والله يعاونكم.